نحن لسنا فقط جميلات مثيرات ومغنيات وعارضات أزياء، بل هن زوجات وصديقات لأفضل لاعبي كرة قدم شاركوا في مونديال البرازيل 2014. Spero che mi raggiungi presto. على الرغم من سحر جمال وجاذبيتهم، ولكن ما كان مدى تأثيرهن على اللاعبين في هذا المونديال؟ سنتحدث الآن عن فتيات يواعدن أكبر نجوم العالم في الرياضة، فهن يساعدن اللاعبين على الانتظام والتركيز وعدم الشعور بالضياع والوحدة. سأبدأ بالصبية المفضلة لدي والتي تدعى أرين شيك، وهي امرأة ودية تملك روحاً جميلة. تعرفت إليها سابقاً في إحدى الحفلات في واشنطن. هي تواعد الآن رونالدو، اللاعب البرتغالي الأفضل في العالم والأكثر شهرة. تعرفوا على بعضهم في عمل مشترك لشركة أرباني منذ 4 سنوات، ولا أظن أنها كانت السبب لأداء رونالدو غير المرضي في المونديال، بل علاقتهم الشخصية وطيدة جدا، فهو يكن لها الكثير من الاحترام والتقدير لأنها امرأة مستقلة وناجحة. لينا غريك عارضة أزياء ألمانية تواعد الآن سامي خضير المثير للاهتمام لأنه من أصول تونسية. لينا مشهورة بلعبة الشطرنج، أعطت الكثير من الانتظام لسامي ما أعطاه دفعا أكبر في المونديال، وهو بات على خطوات قريبة لإحراز اللقب. ولينا بدورها لبت دعوة الاتحاد الألماني هذا المونديال ولم ترتدي ملابس مثيرة لعدم إلهاء حبيبها عن التركيز. شاكيرا المعروفة بأصولها اللبنانية تعرفت على بيكي لاعب منتخب إسبانيا المشهور أثناء تصويرها أغنية واكا واكا، وأنجبت منه طفلا اسمه لوكاس. وعلى الرغم من خيبة الأمل الكبيرة التي تعرض لها المنتخب الإسباني في هذا المونديال، إلا أن شاكيرا كانت داعمة لمسيرة بيكي الكروية الناجحة في السنوات الأربعة الأخيرة عبر مشاهدة جميع مبارياته مع ابنهما لوكاس. أنتونيلا روكوزو هي خطيبة ليونيل ميسي، وكان قد تعرفا على بعضهما منذ الصغر من أيام المدرسة في مدينة روزاريو. هي الآن إلى جانب ميسي في البرازيل منذ بداية مونديال 2014 مع ابنهما، حيث تمكن ميسي أن يمضي أوقات عائلية في فترات الراحة، ما أثر بالتأكيد تأثيرا إيجابيا على أدائه وعلى روحه النفسية، والدليل أنه تمكن من الوصول إلى الدرغام. لديه مشاهدات أخرى غير بالفعل طبعا. غابرييلا لينزي عارضة الأزياء البرازيلية هي الفتاة الجديدة في حياة نيمار، وكان قد بدأ في التواعد منذ أقل من شهرين. رافقت غابرييلا نيمار في الصور عبر مواقع السوشيال ميديا، وكان هو بدوره متحمسا جدا لها، وكتب في آخر تدوينة له على صفحات فيسبوك وتويتر بعد إصابته متمنيا لو كانت غابرييلا إلى جانبه. إذن ليس فقط وراء كل رجل عظيم امرأة، ولكن وراء كل لاعب كرة قدم عظيم امرأة أعظم. كان معكم الأندرغام لبرنامج اليوم واشنطن.